بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الصغير والبسيط لطريقة جميلة لتنقية الفيديوهات من الفوضى. كما رأينا في آخر لقاء لقاءاتنا المحبوبة والمفضلة في قناتنا الرائدة مع الأستاذ محمد عبد الفتاح في قناتنا أندرويد المكفوفين، رأينا أن اليوتيوب غيرت من سياستها ولم يعني تحبذ وتلغي الدعم على القنوات التي تشتغل بالشاشة الثابتة أو بالأوديو فقط، فيجب علينا الاعتناء بالفيديو. لذلك جئتكم بطريقة يعني تنقية الضوضاء حتى يعني لا يكون لليوتيوب أي مجال يعني سحب أو إيقاف أي محتوى نقوم بنشره. إذن سوف أريكم فيديو يعني مرفوع على اليوتيوب به ضوضاء، وكيف سنقوم بتنقية الفيديو إن شاء الله. بسم الله. يوتيوب. مثلا ندخل إلى اليوتيوب وعندي فيديو هو منتصف الليل من 03:58 شريط تمرير استعراض لتطبيق تكست نو لعمل تطبيق أمريكي. نستمع الضوضاء. السلام عليكم شباب، وياكم أخوكم مريد كربلاء. شرح اليوم إنشاء رقم أمريكي باستخدام برنامج تكست ناو. تم استئناف تاك باك الشاشة الرئيسية. طيب أول شيء ندخل على البرنامج شباب. تكست ناو. تكست ناو. كما رأينا يعني يوجد ضوضاء. إخواني أخذت هذا الفيديو ليس لأنه جاء أمامي للاستعراض وليس لتقليلا من صاحب المحتوى، أقدم له تحياتي وكل احتراماتي. إذن نقوم بإيقاف الفيديو ونذهب. أنا قمت بتحميل الفيديو. إذن بعد تحميل الفيديو نذهب إلى تطبيق، وكنت قمت باستعراض له لكن عن طريق الأوديو. والجميل من هذا التطبيق أنه أصبح يدعم الفيديو. هذا هو نيوز ريديكسن، نقوم بدخول إليه. هو نسخة مجانية. إذن نقوم بالذهاب إليه. أول شيء نذهب إلى Add New Sound، نضغط عليها. Audio. Video. نختار فيديو ونذهب الورشة. إلى المجلد الذي به شرح تطبيق. هذا هو شرح تطبيق. ننتظر قليلا بالإعلانات لأنه مجاني. Capital R. ساعة من به. Process. شرح. Process. جاري العمل. شرح. Denoising. Cancel. Denoising. Percent. سيقوم يعني كما رأينا هذا التطبيق يقوم بإلغاء الضوضاء بنسبة 80 أو 90% في المرة الأولى، ويمكن إعادة ثانية تنقية ثانية لإزالة الضوضاء تماما. والله أنا أنصح بشراء هذا التطبيق لأنه تطبيق مفيد. جاري العمل على الفيديو. كما رأينا يعني في آخر لقاء للقاءات الأندرويد مع سيدنا محمد عبد الفتاح أن اليوتيوب أصبحت تحب الشاشة وتهتم أكثر بالصورة. إذن فلنا يعني نعلم أن هذه الصعوبات لا تزيدنا إلا إصرارا وإبداعا. جاري العمل. ننتظر قليلا نخوي. تم. نضغط على أوكي. إذن ثم بعد ما ضغطنا على Add New Sound نضغط. إذن على Add New Sound. Record. Import File. Save Button. Save Button. نضغط على Save Button ونختار نختار MP4. Video MP4. هذا هو MP4. نضغط عليها. تنسيب TN capital R ساعة من به videos okay زر. وأنا ثم نضغط okay. Save button. بعد ما نضغط save button نذهب previous convert save as
نذهب إلى هنا لنستمع إلى الفيديو في صيغته النهائية. هذا هو، نضغط عليه. السلام عليكم شباب، وياكم أخوكم مريم ذكر بلا. شرح اليوم إنشاء رقم أمريكي باستخدام برنامج التكست ناو. تم استئناف توكباك. الشاشة كما رأينا ألتغت، يعني الضوضاء بصفة كبيرة كبيرة جدا. يوزر نيم أور إيميل. على ساين أب. ساين أب. ساين أب. إيميل. كما رأينا أخواني، هكذا بإمكاننا يعني تنقية الفيديوهات من الضوضاء في أقل من دقيقة، ويعني رفع محتوى جيد حتى لا تكون لليوتيوب يعني داعي لإيقاف محتوى أو قنواتنا. أرجو أن يعجبكم الاستعراض، وأرجو أن لا تنسوا أخوكم من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.